هلاقيها في مظبوط. البيض، هلاقيها في منتجات الألبان، يعني عندك كذا اوبشن انك تاكلهم، يعني مش هي حاجة في واحدة. في في منها طبيعي زي ما حضرتك بتقولي اكل طبيعي، اه وفي منها راس اقراص في الصيدليه. الصيدلية. بس طبعا يعني لازم ادخلها في اكلي الاول قبل ما اخد الاقراص، على يعني لازم الاقل اخد، الاول اجرب الطبيعي. ايوه، وكمان لازم بقى اهتم بالفيتامينات والمعادن بتاعتي، اكيد يعني طبعا. موقفش بقى اكل خضار وفاكهة، انا خفيت فخلاص بقى هرجع تاني للاكل العادي، لا لازم افضل مكملة على الخضار لمدة والفاكهة. ايه افضل مكملة على لا حبة حلوين، يعني الموضوع؟ احنا مثلا بنتكلم في شهر، شهر ونص كمان، لحد ما والله جسمي يبتدي يتعافى، هي دي مرحلة التعافي من المرض، فجسمي لسه يعني لسه تعبان، لسه محتاج كأننا فيتامينات. فترة نقاهة يعني. اه بالظبط كده، اه تمام. يعني انا جسمي لسه محتاج الفيتامينات والمعادن بتوعه، فاهمه؟ ومكسرات بقى اه طبعا المكسرات فيها اوميجا، بس المكسرات النيه مش المحمصه، لازم تبقى مكسرات نيه، عشان اصلا انا ما بحمصها بشيل القيمه الغذائيه بتاعتها، يعني فلازم المكسرات النية هي اللي فيها القيمة الغذائية مش الكامل. المحمصة. اه المكسرات طبعا فيها اوميجا 3 ودهون صحيه جميله جدا، ولازم برضو خلي بالي من البروتين بتاعي، يعني افضل محافظه على البروتين بتاعي في الوجبه، ما اكلش مثلا عيش فاضي، عيش وعسل، عيش ومربى، عيش وحلاوه، يعني كده كل المدخلات ده سكريات، سكريات بس بتقلب لموضوع سكر يعني، ما خدتش اي بروتين، ما خدتش اي قيمه غذائيه في الموضوع. دي حاجات سلبية طبعا. اه فلان الاوميجا 3 هي من مضادات الاكسده ومضادات الالتهاب القويه جدا، هلاقيها في السمك، هلاقيها في السردين، لازم، لا لازم اهتم لازم بالبيض تبقى موجودة بس يعني بكميات مع قليلة، لازم الوجبه، كل حاجة تخش الجسم يعني مع ولكن الوجبه. بحاجات مناسبة يعني، مش اه يعني بكميات انا مثلا كبيرة. لو هفطر مثلا البيض، ممكن عادي اعمل حته ساندوتش صغيره فيها حته مربى لو انا نفسي فيها قوي، يعني خلاص مش قادره لو امسك عايز حاجة نفسي. مسكرة. اه يعني بس لازم البيض، الجبنه القريش، منتجات جبنة. الالبان، طبعا. جبنه قريش بقى حطي عليها زيت زيتون مثلا، خدتي بروتين وخدتي الاوميجا 3 الاوميجا 3 في جبنة زيت القريش، الزيتون. في زيت الزيتون. الجبنه القريش بروتين. بروتين عشان منتجات البان، اه فاللي صحيح. هو إيه، انا كده مثلا عملت حاجه سهله وسريعه، مش هتوقفي كتير في، يعني اللي هياكلها في ثواني هيعملها في المطبخ، عشان هم بيبقوا فعلا لسه تعبانين جسمانيا يعني، وفي نفس الوقت اخدت قيمه غذائيه عاليه طبعا مع هما بيبقوا الخضار. لسه تعبانين بدليل ان هما لما بيخفوا نفس الاعراض لسه اه موجوده، بيبقى التحليل خلاص مفيش كورونا نيجاتيف. ولكن الاعراض لسه موجوده، فلازم يمشوا شويه وكانهم لسه عيانين، اه صح يعني كده؟ ده لازم اللي حضرتك عايزه ده تقوليه، بالظبط. اه لان في ناس كتير عماله تسال طب ازاي انا خفيت؟ ايوه في ناس طب تقول لك انا عيد تاني، بس انت ما عيدتيش تاني، انت اصلا ما خفتيش من اللي قبل كده. لسه ما خفتيش، لسه ما بالظبط كملتيش الكورس بتاعك زي المضاد الحيوي، لازم يمشي عليه شويه ايوه لازم زي فكره المضاد الحيوي، خفيت لازم تكمل لحد الكورس الاخر، انا بتاعك لازم عشان ما اتعافى، ترجعش تعبان اكتر من الاول، صح كده؟ انا دي لازم ده الموضوع. اتعافى، لازم جسمي يتعافى من اللي مر بيه، لان هي تجربه صعبه، طبعا جدا يعني يعني. تجربه ربنا يشفي صعبه كل يا الناس رب، اللي عندهم ونخلي وربنا بالنا يستر يعني على كل الناس يا اللي رب، لسه ما جاتلهمش. ربنا يستر. طيب ايه بقى يا دكتوره العادات السلبيه اللي بتاثر على المناعه؟ في عادات سلبيه بص اكيد منهم التدخين. ده طبعا، ده اصلا غير المناعه الرئه، يعني ده بيدمر الرئه اساسا اللي احنا محتاجينها دلوقتي عشان طبعا عشان اه فده طبعا التدخين ده يعني عاده سلبيه جدا. في كمان بقى الملح والسكر، اللي احنا اكلنا بنحط فيه ملح كتير، طبعا. بنشرب سكر كتير في الشاي او في القهوه، او بناكل سكريات كتير، ده طبعا بيأثر على المناعه جدا. آه كمان يعني الملح والسكر والدقيق الابيض، الثلاثه دول دول سم بيدمروا القتل، المناعه، الثلاث بيدمرونا حاجات احنا دول نفسيا، يعني كله. كل احنا كجسم وكحرق بنتدمر، يعني انت بيقللوا المناعه، بيقللوا الحرق، طبعا بيقللوا الحرق، عادات سلبيه وبيبوظوا الانس، يعني بيبوظوا اللي هو انسولين الدم، يعني ان الانسولين يطلع بسرعه وينزل تاني، يطلع بسرعه وينزل تاني، فانا بجوع بسرعه جدا مع ان انا لسه واكله، بس عشان انا واكله حاجه مسكره فبجوع تاني فبجوع بسرعه. تاني بسرعه. ف دول بيبقوا سلبيين على المناعه، اه والمناعه قليله بيبقى في كورونا، يعني المناعه طبعا الكورونا بتيجي دايما اكتر قويه عند اللي ما عندهمش مناعه، مناعه، اه بتبقى عنيفه قوي. بتبقى عنيفه عليهم وبتبقى اقوى بكتير، اه صح كده؟ كمان برضو ان انا مثلا ما اكلش الفاكهه بتاعتي واعتمد ان انا اخد عصير، انا لما باخد عصير بفقد كل الالياف اللي فيها اللي انا اصلا محتاجاها، فالحل بتاعي اعملها سموزي مش عصير، يعني اضربها هي تبقى نفسها تقيله كده، اه مع تقيله. التلج او مع اللبن، مش عصير، لان انا باخد الميه بس، انا ما خدش اي فايده، ما خدش اي فايده من، يعني ما خدش اي فايده من البرتقال، ما خدتش فايده من الجزر بزوده ميه وزود سكر، انا بوظت ولا كده حاجه، قيمته انا اصلا الغذائيه، اخدت السكر انا بتاع قللت الفاكهه. قيمته الغذائيه. اه انا اخدت سكر الفاكهه بس، لكن كفاكهه كفيتامينات كمعادن ما اخدتهاش. ما خدتش كله. طيب عايز اعرف بقى حاجه من يعني من حضرتك يا دكتوره، ايه الاوفر
اللي ممكن تقدميه لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا على عنايشة صح مع رانيا حسن؟ ماشي. بصي احنا دلوقتي في العيادات بتاعتكم طبعا. احنا في عيادات كيران كيور في شارع الطيران. كيران كيور عندنا اوفر 10% ديسكاونت على النيوتريشن لاي حد هيوز برومو كود ايه. اوكي تمام، برومو كود ايه. تمام. وعندنا كمان خدمات تانية في العياده زي الجلديه والليزر والاسنان. هي عياده كامله. احنا بولي كلينيك، احنا عياده متكامله. كمان برضو هياخدوا ديسكاونت عليها. ده حلو هايل جدا يعني، يا ريت كل المشاهدين يستفيدوا بالاوفر. ان شاء الله. في النهايه بشكرك جدا على وجودك معايا، ببقى نفسي اقعد معاكي اكتر من كده، بس نظرا لفقره البرنامج هستناكي طبعا الاسبوع الجاي. باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين اطلع فاصل وارجع لكم.